أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات اليقين. استمع واقرأ، تدبر، تيقن. كلما أعلن الله تعالى عن ذاته في القرآن الكريم بصيغ المتكلم، الكلمات باللون الأحمر، أو خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بصيغ المخاطب، الكلمات باللون الأخضر. في سورة الحج. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. خلقناكم ونقر ما نشاء نخرجكم أنزلنا وقال تعالى: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ونذيقه وقال تعالى: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. أنزلناه وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ألم تر وقال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. جعلناه نذقه وقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بوأنا وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. جعلنا وقال تعالى:
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رزقناهم. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. جعلناها سخرناها وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مكناهم وقال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وإن يكذبوك وقال تعالى: وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فأمليت أخذتهم نكير. وقال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أهلكناها وقال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويستعجلونك ربك وقال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. أمليت أخذتها وإلي وقال تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. قل وقال تعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. آياتنا وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وما أرسلنا من قبلك وقال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. بآياتنا وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم تر وقال تعالى:
ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ألم تر؟ وقال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. جعلنا فلا ينازعنك وادع إلى ربك إنك. وقال تعالى: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. جادلوك فقل. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم؟ وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. آياتنا تعرف قل